يلا خلينا نروح من هون. كنت عارفان حبي لإلك رح يشدك لعندي. ما كنتي بهي السخافة أبداً وقت كنا سوا. معقول نعديتي من هارش؟ نسيتي أنك مانك ببيت تريفيني؟ أنت عندي بمنطقتي، كل الطرقات لإلي. قلتلك رح تكوني بجزيرتي. ناندو. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم. حياتي، سارانش اللي وينه هارش؟ يلا اللي وينه زوجي؟ شباك كانت مرتي ليش ماسكة؟ تركها. عندي خبر ماله حلو، بدي ابعت زوجك على مكان حلو وبعيد كتير. ايه رح يموت، بدك تفترقي عن زوجك كل العمر. جيفا. ايه معلم. روح وقتل زوجها. حاضر معلم. لا 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 سارانش، إذا رح تقتل حدا لكان رجاء اقتلني أنا وبس. اترك زوجي، خلي لهارش يروح. أنا مستعدة أموت، فيك تقتلني لإلي. ما كنت متوقع هيك شيء. استسلمت بسرعة كتير كبيرة. أنت قد كلمتك؟ أكيد أنا مستعدة أموت مشانه، بس لا تأذي، خلي هارش يروح. خلص اقتلني إلي. مفكرة موقفك قوي لحتى تتطلبي؟ عن جد؟ حابة تشوفي؟ طيب على قليلة وأخيراً أفكارك عن الأخلاق تغيرت كلياً. برأيك أنه أنا بلا أخلاق، صح؟ شوفي المنيح شكله خسير قدام السيء. جيفا. ايه معلم. شفقان عليها، خدها خليها تشوفه لزوجها. قديش رح تضلي؟ شو؟ بكفيكي ساعتين؟ لا؟ جيفا دقيقتين، معك دقيقتين بس، ماشي؟ دقيقتين، وإذا بتحاولي تعملي شيء بتول زوجها قدامها. حاضر. خدها لعنده. يلا امشي قدامي. يلا إذا سارانش قالك تقتل حالك رح تقتل حالك. حاج حكي فاضي وفكري شو رح تحكي مع زوجك. بعرف شو بدي حاكي، أنا بس عم نبهك. هداك الرجال خدع على أمه، أنت ما رح تكون أحسن.
معك دقيقتين. هارش، هارش في هارش، فتح عيونك هارش، قوم هارش. أنا ماتري جيت لعندك بترجاك في حبيبي، في بترجاك هارش، فتح عيونك يلا هارش. ماتري ماتري، على مهلك على مهلك. ماتري إذا أنا متت رح تضلي تحبيني ما هيك؟ شو هالحكي هاد؟ انت ما رح يصير لك شي، ما رح يصير لك شي، ما رح اسمح يصير لك شي، انا رح انقذك، ما رح يصير لك شي. متري ايه؟ رايحين على البيت؟ ايه رح نروح على البيت، رح نروح لعند امك، كل الامور رح تصير منيحة كمان. انا هون. هارش، هارش رح تكون منيح، أنا رح أخذك على البيت. بدنا نرجع، راجعين على البيت أكيد رح نرجع. اسمعني، خدني لعند سارانش شوي، إذا ما بستسلم قدامه اليوم ما رح يطالع زوجي أبداً. بترجاك لا تجيب سيرة قدام زوجي، لا تقله شي أبداً، لا تقله إني رح أعيش كم ساعة بس، رجاءً. ماشي ماتري. ليكي، وجودك بالحياة سيء، هي المعلومة معروفة عند الكل. هذا رأيي لأمي. شو قالت لك؟ حدا سيء وخربت بيوت هيك انتي؟